شاهدين أن خطاب نتنياهو أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة حصد الكثير من التفاعلات عبر مواقع السوشيال ميديا، وهذا بالتحديد سيكون محور حديثنا الآن مع ضيفة بلينك اليوم الناشطة والمدونة الإسرائيلية إليزابيث سوركوف، معنا مباشرة من تل أبيب. إليزابيث، ترحب بك معنا اليوم في بلينك، وأود منك بداية لو سمحتي أن تضعين بأجواء ردود الفعل حول خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. يعني ما هي أهم وجهات النظر إليزابيث التي تداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الخطاب بالتحديد؟ الإسرائيليون تسودهم حالة الاستقطاب وهم يؤيدون نتنياهو، لهذا السبب نظرتهم إلى الخطاب نظرة مختلفة. البعض منهم يعتقد أن الخطاب كان قويا جدا وجعل إسرائيل تبدو قوية وأثنوا على أدائه، بينما آخرون انتقدوه لأنه كان يبدو وكأنه يقدم نفسه كرجل سلام بينما يقوم بكل ما في وسعه لتجنب المفاوضات مع الفلسطينيين. نعم إليزابيث، بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي أوباما أمس، تم تناقل العديد من التوقعات عبر مواقع السوشيال ميديا حول هذا الخطاب. يعني برأيك، هل أثبت الخطاب صحة هذه التوقعات، وهل أتى على حسب هذه التوقعات؟ يعني لا، أنا في الواقع أصبت بالدهشة لأن التقارير أشارت أن نتنياهو سيتبنى نبرة أكثر ليونة وأكثر اعتدالا باتجاه إيران، وأنه قد يطلب من إيران اتخاذ خطوات إيجابية ترفع بعض العقوبات مقابلها، ولكنه قال أن إيران لو وافقت على التوقف عن أنشطة معينة فلا يجب أن نوقف الضغط بل يجب أن نزيد الضغوطات عليه، وهذا لا يبدو له أساس من الصحة. والآن برأيك، يعني كيف ستساهم النقاط التي تم ذكرها في الخطاب في تحديد مستقبل العلاقات الإسرائيلية الإيرانية؟ معظم الخطاب كان يتعلق بإيران، وهذا شيء الإسرائيليون سواء كانوا يدعمون نتنياهو أو يختلفون معه، إيران ليست هاجسهم الأكبر. معظم الإسرائيليين قلقون بشأن قضايا أخرى مثل الاقتصاد وتكلفة المعيشة، والحديث المستمر عن إيران كما لو أن إسرائيل ليس لديها مشاكل أخرى. هذا بالتأكيد أرى الناس من اليمين واليسار يقولون أن هذا أكثر من حده أو تجاوز حده، ولو كانت إيران هي مشكلة عالمية كما تدعي إسرائيل فلا يجب أن يكون رئيس وزراء إسرائيل الذي ضيع معظم الخطاب في الحديث عن إيران. نعم، وكيف يرى نشطاء الإعلام الجديد الموقف الأمريكي من الملف الإيراني إليزابيث؟ هذا شيء الإسرائيليون منقسمون حوله، البعض يدعمون ويرون روحاني على أنه شخصية معتدلة، بينما معظم الإسرائيليين يشككون في إيران ولا يرون أي أمل لأي تغيير في السياسات الإيرانية، وهم يدعمون الاستمرار في الضغط على إيران واستمرار العقوبات على إيران، ولهذا السبب السياسة الأمريكية التي تبدو بالنسبة إليهم إيجابية جدا وسريعة جدا في تقبل ظهور روحاني كمعتدل. الناشطة والمدونة إليزابيث سوركوف، نشكرك على هذه المشاركة معنا اليوم في بلينك، كنت معنا مباشرة من تل أبيب، شكرا جزيلا لك.